السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كي دايرين البنات؟ كي دايرين الوليدات؟ كلشي بخير؟ نتوما بخير؟ كي دايرين؟ وحشناكم، وعدناكم بالفيديوهات ديال رمضان ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا في شعبان ورجب. انتوما البنات السلام عليكم، كي دايرين؟ لبس عليكم. قبل البدء يجب أن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا أن نستغفر ونحمد الله ونشكره. سبحانك الله بحمدك، سبحان الله العظيم. سبحانك الله بحمدك، سبحان الله العظيم. البنات قبل ما نبدأ نكونوا نستغفر الله ونحمد الله ونشكره على النعمة اللي عطينا. هذه بصلاح الدارية، شفتها في الطريق، كنت دايزه وشفتها في الطريق وتفكرت المسمن العامر. المسمن العامر تيجي بهاد الخضاريه، البصله الخضاريه. دابا هاد البصله الخضاريه فاش فكرتكم في رمضان؟ عرفتي المسمن العامر كي تيجي بها؟ تيجي واعر بزاف. المهم هاد البصله الخضاريه غادي نقطع ليها من هنا، نقطع ليها هادو هما اللي عليهم العمده، غنقطعهم ونغسلهم وغنتلاقى معكم اش غندير بهم ان شاء الله. البنات هادي البصله الخضاريه، راه كثيره بزاف، عيما جاتني كثيره. غادي نقطع النص ديالها، والنص الاخر غادي نقدو ونصايبو ونديرو في الكونجيلاتور. جيبوها راه هادي وقتها، واستغلوها وتعلموا المسمن العامر بين ما لحق رمضان. دابا غادي نقطعها ونديرها مباشره هنا في المقلة، وغنتلاقى معكم باش ما نطولش الفيديو. بسم الله، هاد المقادير ديال العجينة ديال المسمن غادي نحتاجو فيها 400 غرام، يكونوا جوج زلايف 400 غرام، و100 غرام ديال دقيق الفينو. دقيق الفينو هو هذا دقيق الرطب الأبيض. غنحتاجو معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، وغنحتاجو معلقه ديال الملح، وغنحتاجو الماء باش غنخلطو حسب الخليط. وغادي نخلط هادشي كامل في الماكينه، ومع شويه الزيت، معلقه ديال الزيت مائده، زيت المائده ما تنساوش، الزيت المائده، زيت المائده معلقه. غنعجن دابا في العجانه حيت العجينه ديال المسمن تتبغي تدليك. غنتلاقى معاك. العجينه ديالنا هي بعد ما عجنات العجانه ولات مطاطيه، وما خاصهاش تكون جاريه. العجينه ديال المسمن ما خاصهاش تكون جاريه. دابا غادي نديرها في هذا الاناء هذا، وغنسد عليها ونخليها ترتاح، وغندوز ان شاء الله للحشوه. غندوز للحشوه ان شاء الله. هيا سديت عليها وغادي نخليها ترتاح نص ساعه بين ما قدينا الحشوه. بعد ما الحشوه كنحتاجو فيها، من بعد ما قطعت البصله الخضاريه هي ولات كي ولات، شتيها شاقه بعد الطيب في المسمن العامر، هكا كتجي واعر. وكنحتاجو هادي هي، دابا حيدناها، وكنحتاجو الزيتون، زيتون مقطع وزيتون كحل، زيتون خضر وزيتون كحل. وكنحتاجو الفلفلة الحمراء والفلفلة الخضراء، والهريسة هي الشطة. كنحتاجو هنا ربعة ديال الثوم، ربعة الريوز ديال الثوم، وضامة ديال البنة. كنحتاجو الربيع، وكنحتاجو الزيت المائده. ودابا غادي نبداو. كنحتاجو الطون، ولكن الطون ما غاديش نديرو دابا، غنديرو حتى الاخر. دابا هاد هي المقله ديالنا، درنا فيها هادشي كامل، كلشي غادي نديرو دقه وحده الا الطون، حتى الاخر عاد نديرو. الزيتون غادي نطحنو، ما غاديش نخليه بحال هكا، غادي نطحنو باش يجي رقيق. يلا غادي نديرو فوق ندير المقله فوق البوطه، غنتلاقى معكم. المقلة ديالي هي درتها فوق الفران، فوق البوطة، درت ليها شوية تاع العافية،
غنخوي زيت المائده، دير تقريبا شي معلقه، معلقه ولا جوج معالق، ما نغطيوهاش باش تنشف كيفاش وانا بغيت تنشف. غنديروا الفلفله الخضراء والفلفله الحمراء. شتي راه شي شويه من هذيك البصله اللي جات، شتي تبارك الله بزاف هاد الادويه. ما تنساوش تبقاو ديما تشريوها وقطعوا وديروها في الفريزر وقت ما بغيتوها جبدوها. غندير الشطه ولا الهريسه. هاد الحشوه راه كتجي حتى في البسطيلات، غندير لكم بها البسطيلات صغار هاد رمضان ان شاء الله. هاد الوصفات ديال رمضان لما بلغنا رمضان، نقول الله يجيبو على خير يلقانا على حال. هاد غيا كتنزل البصله ما كتبقاش بحال هكا كثير، هاد غيا كتنزل. غنديرو الربع، كلشي كنديرو دقة وحدة. الزيتون ديالنا ها هو قطعتو بالهشوار، انا غنديرو توا غنديرو، ما تخليوش غليظ، ديرو رقيق باش يجيكم زوين. كلشي ديرو دقه واحده باش كلشي يطيب دقه واحده باش تبداو في المسمن ديالكم. غنديرو الخرقوم تقريبا شي معلقه صغيره، غنديروا الملحه، نص معلقه، غنديروا الفابريكا، فابريكا تاهي شي معلقه صغيره تكون عامره. عرفتي تيجي روعه 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 من الدراري، عرفتي بعدا نديرو لهم ياكلو سخون حدايا. نبداو نحركو حتى طيب وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله باش ما نطولش الفيديو. هنا فلفله درتها في الكونجيلاتور حار، وغنديرها عاوتاني حيت الدراري كيبغيو ليا الحار. بغيتو ديروها نتوما اختياريه، ما بغيتوش ما ديروهاش. مع لافابور كيطلع في الكاميرا، انتوما شتي شتي الحشوه كي جات، جات واعره عشاق ما نقول لكمش. غندير واحد الضماد البناهيه اللي عندكم ديال الدجاج ولا ديال البكري ديال ولا ديال الغنمي اللي عندكم. انا درت ديال البكري، وغنقطع هاد الفلفله راه حاره، الدراري تيبغوا ليا الحار. اللي ما تيبغيوليش ولادو الحار ما يديرهمش. الحشوه خاصها تكون بارده الا بغينا نديروها فيها. دابا غادي طيب وغنخليها تبرد، ما بقى ليها والو.
صافي ما خصناش نطيبوها بزاف، هذا هو الجهد. الطون ديالي انا هو غنديرو بالزيت ديالو، داك الزيت تيعطي واحد المذاق عاوتاني شكل اخر. غنخلطو وما تضيفو حتى الاخر بنفس هاد الحشوه هادي. غندير لكم نيت واحد البسطيلات صغار، عرفتي درتهم واحد المره، ماشي عمره ماشي جوج، كيبغيهم الدراري ديالي، عرفتي كيجاو جواعين. يذوب الحشوه ديالنا، غادي الحشوه ديالنا غنخلوها تبرد، غنتلاقى معكم ان شاء الله. هنا غنجيبوا واحد بلاطو، العجينه ديالنا ها هي تلقات مزيان، ها هي شتي. غادي نبدا نقرصو، ندهنو البلاطو ديالنا بالزيت. نقرصو صغار، كلشي تعرفي قرص ياك انت، نديرهم صغار. عرفتي علاش درتهم صغار؟ لان غادي ندير وحده وحده، ودابا غادي نقرص كلشي. غنتلاقى معكم باش ما نطولش الفيديو. هنا انا قطعت هذا المسمل ديالنا كويرات صغار، غندهنوا شويه د الزويته عمل الفوق. باش ما يتقرفش لينا، ما يديرش ديك الفرارة من الفوق. ودابا غادي نخليهم يرتاحوا، نمشي نصلي العصر، نخليهم يرتاحوا، نغطيهم بالسلوفان، نغطيهم بالسلوفان ونخليهم يرتاحوا باش يجيونا ساهلين في الطواق. يلا دابا نتلاقاو من بعد ما نصلي. من بعد ما مرتحت العجينه ديالنا، ارتحت يا ولاد شتي، غنجيبو الزيت، كاين لا زبده لا والو، نجيبو الزيت وغنجيب واحد الخماره ديال الحلوى غنديرها في وسط الزيت، هي باش غنورق. نخلطوها مزيان في الزيت، وغنبداو نطرح العمل نقي وزوين. نرققو حتى تيبان لينا مطرح العمل، وخا تقطع راه ماشي مشكل، مازال غنجمعو. العجينة مرتاحة مزيان،
غنجيبو الحشوه ديالنا وغنديرو القياس اللي بغينا حنا. غنجيبو هادي هكا وهادي تاهي غير الجهه ونقلبو بحال هكا. غادي نرجعو هدا هنا وهادي وهدا هنا وغنديوها. غنجيب واحدة أخرى ندير معكم جوج باش ما نطولش الفيديو. شتي بعدا ترتاح العجينة تعطينا الطوع كنخدموها مزيان ما كتعذبناش. خليو العجينة ترتاح بعد تقطعوها تقرصوها بحال هكا كويرات خليوها ترتاح نص ساعه ولا اكثر كاع. سيروا تصليو وتجيو تلقاوها ارتاحت وما غاديش تعذبكم انتم. وغادي الدهن وغنجيبو هادي غنجيبوها هذا غيكون الفوق هذا غيكون الفوق وغنقلبو نقلبو هاد البلاصه هادي غنرجعو ليها هادي باش ما تقطعش. شوفوا معايا مزيان غنعاود معاكم وحده هي غنديرو هادي غندير لكم التانية نورقوها مزيان ارتيبات تيرطاب ناخد واحد القرصة أخرى باش تشوفو مزيان باش إلا بغيتو تجربوه كلقاو داكشي. خليو العجينة حتى تطلق مزيان إلا طلقت تعطينا الطوع وكت دغيا كتلقاه. شتي سبحان الله ما شاء الله سبحان الله وما شاء الله. بعد نكونو نشقاو نذكرو الله ونستغفر الله بالأخص العيالات خاصنا نستغفر الله نستغفر الله الحمد لله ونشكرو على النعم اللي عطانا. نصليو على الرسول بزاف حيت هو الشفيع ديالنا يوم القيامة. انتوما دابا نبقى نفتح فيها مزيان حتى يبان ليا مطرح العمل. غنجيبو الحشوه ديالنا غنجيبوها نديرو مزيان الحشوه باش يجينا المسمن زوين الطون وداكشي هذا تيشهي تاكلوها بالخبز كاع ديرو في المسمن. وكنهزو هذا هاد الجهه تنهزو هاد الجهه بحال هكا ونهزو الجهه الاخرى بحال هكا. يلاه شوفوا معايا مزيان وغنقلبو المسمنه ومن هنا نحلوها شويه مزيان ومن هنا عاود ثاني وندهنو بالزيت. الزيت ضروري ديرو فيها الخميره ديال الحلو. نحيدوها هنا نجيبو واحدة أخرى ندهنو مطرح العمل بالزيت دهنو عاود شوية ماشي بزاف عاود تاني. غنديرهم كاملين عاد نبدا نطيب. واخا تبدا تقطع ماشي مشكل نرققوها حتى تيبان لينا مطرح العمل. وغنهزو هادي هاد البلاصه هادي اللي تنيت غتكون لتحت. شتي غتكون لتحت
وغنجيبو هادي ونديرو لها على البلاصه بحال هكا وندهنو بالزيت. هاديك الخميره اللي درت ديال الحلوه هي اللي كتورق، ونجيبو هادي ونديرو لها بحال هكا. دابا وحده في جوج تندير جوج عاده، وهادي بحال هكا، وكنجيبو هادي. هاد المره هادي غادي نديرو لها هكا، ما غاديش نقلبوها، نديرو لها هكا ونديوها باش تطلق. كنديرهم انا كاملين عاد تنبدا نخبز ونخبطهم باش يبقاو لينا مزيان. نتوما الحشوه بحال هكا الا درتوها كثيره بزاف ديروها في الثلاجه في الكونجيلاتور وخزنوها نهار يبغيو لكم الدراري. المسمن معمر جبدوها دغيا ما تحتاجوش، باش نديرو معاكم هادي عاوتاني. ونديرو المقله تسخن مزيان باش ما يلصقش لينا فيها. نسرحوا حتى يبان المطرح العامل. نجيبو الحشوه ديالنا نديرو الحشوه ديالنا هنا هاد الوصفه هادي تحط في الفطور عرفتي شهوه منها. اي وحده ولا جوج صافي تاكلهم نصار راسك ما تاكل حتى حاجه حيت فيها كلشي مغذيه، فيها الطون فيها البصله الخضريه فيها الفلفله فيها الزيتون. وغنقلب شتي نقلب وغادي نسرحهم شي شويه وعاد نديرو بحال هكا وندهنو ونديرو بحال ونخليها هنا. ونجيب الاخرى فاش نسرحها مزيان. هاتبعوا معايا المراحل كلشي باش مزيان باش تجربو قبل رمضان ولا ما بلغنا رمضان. يا ربي تبلغنا رمضان يصيبنا على خير ويبعد علينا هاد الوباء. بحر ما بحر تولينا شويه وهادي نرجعوها لتحت ونجمعو بحال هكا. عرفتي هاد الحشوه بعد ديرها في البسطيله كتجي واعره هكا صافي. نديرو بحال هكا يلا صافي. ونبدا معاكم نقلبوها بحال نبدا معاكم في الطياب. غنجبدو الاولى ما نسرحهمش عاود تاني بزاف صافي. ندير لهم شويه د الزويته صافي ونديرهم في المقله. المقله تكون سخونه بزاف انتم شوفوا قلت لي طيب درت ثلاثه دقه وحده باش دغيا نسربي باش مابقاش انا نبقى نتسناها. ها شوف شتي احنا انا غنقلب جا شهوه من المشط كي جا جا ما شاء الله عليه. كي جا من فوق تبعوا معايا على المراحل وغادي ينجح لكم ان شاء الله. كنطيب ثلاثه دقه وحده راه شتي كي جا رائع. ندير ثلاثة دقة وحدة شفتو
هو كيطيب، غيطيب وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله. شوف كي من فوق النتيجه هي زعما راه زوين، ما تيكون من فوق بحالكم. شوف تبارك الله، شوف تدير دوك النبيل تكون النتيجة معتبرة. انا غادي نقلب وتشوف شتي كي جا. ديما تبعوا على المراحل اللي كندير، والله تنجحوا لكم الوصفات. وهاد هاد المسمن ياكلوا ولادكم، نقول لكم ماما زيدني وحده ولا ثلاثه ولا جوج، ويحمر لك وجهك قدام الناس وتفطروا به. مسمن برستيج في المسمن. الله على مسمناش كي دايرين. شتي عبد الصمد ما قدرش يصبر عليها، هو تياكل عجباتو هو غيكملها كامله. اجي وكلوا قولوا اجي وكلوا. يبغى ياكل يجي لعند ماما ياكل، اجي لدار حفيظه. مرحبا بك. مطبخ قناه ام حمزه. هانتوما شو كيجا ستو كيجا جواعر، جربوه عرفتي. من غير المسمن مكتعمرش الطبله ديال الفطور ديال رمضان. هاد الوصفات هادو جربوهم، الا جربتوهم غتبقاو تدعيو معايا. يلا قيدوا هاد الوصفة هادي وجربوها من غدا قبل بغدا غدا، وكتبوا لي في لي كومونتير كي جاوكم واش مزيانين. كولها وعبد الصمد عاوتاني راجع ياكل يكمل هاديك، ما قدرش يصبر. هانتوما انتوما المشاهدين، الفيديو ديال اليوم كمل، العقوبة الوصفة أخرى، الوصفة أخرى غادي تكون كتار من هادي وزوينة وحسن من هادي. يلا أيوا تابعوني وكتبوا لي في لي كومونتير واش عجبكم هاد المسمن العامر، جربوه وكتبوا لي في لي كومونتير. ما تنساوش الدعوات ديالكم ولو كومونتير ديالكم الزوينين، وجيم وجيم جيم 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 جيم، وابوني ابوني ابوني باش ياتيكم الجديد. بكم ما كطلعش القناة، قناتكم ماشي قناتي، باش نوليو عائلة كلنا إلى فيديو آخر إن شاء الله.